ماطوس أقصى الجنوب الشرقي التونسي، نهاية القرن السابع عشر. صدق الله العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله. شيخ. أنا. إيش عملتوا أنت والمشايخ؟ المشايخ رمضان القنديلي وسعيد البرقاوي وناس الطفروت يلاموني على طريف وكلفوني بالشكاية. طريف قلبه ما فيش رحمة. سلط علينا ولده غرس بيننا لفتان. كنا كلمة واحدة واليوم راسك راسك. والمن ناوي تشكي بيه؟ المراد باي أم صاحب باش طرابس عثمان. قلت إذا بعدت المسافة على مراد باي يكلف بطريف حاكم طرابلس يا ما ينفيه ولا يربيه.
يا سيدي الحال حل الله، العام جاي الرعين الله يجازيك بالخير. المشبه ما فيهاش بيع وشري. سيدنا عاطي فيا ثقة موكلني، أني واسطة يا جماعة، ما تحشمونيش مع الباي. اللي عليكم ادفعوه، يلا. قول هالكلام لأهل الجبل الكل، لا؟ ويا ويلو اللي ما يدفعش المشبه. وأنت يا هاشم، بلغت الشيخ حمد على وصيتك؟ كلفت شكون يبلغ، لكن جاني مرسول هالحين، وعلمني بعزم الشيخ أحمد على السفر بالقافلة عوض عبد الدايب. وأنت يا بدر، متأكد من نية الشيخ حمد على السفر؟ سفر الشيخ حمد ما كانش وارد، هذا شيء حدث جديد. الشيخ حمد يسافر من غير ما يشاورني؟ ممكن جاته الفكرة بعد ما روح من عندك. حتى أنت سي طريف، ما كنتش ناوي السفر في هالوقت راه. آه، عرب الصحراء حفظوا الهروب من المشبه، وأهل الجبل كثروا من الكلام، وعسكر الباي في طرابلس سايرين على الباشا عثمان، والسلاح كثر يا بدر، السلاح كثر، واني خايف لا يتحالفوا هوذا وهوكا واهل الجبل. هذاك علاش يا بدر اني خممت على السفر بكري. الشيخ حمد مسافر معانا والطريق طويل، اتحدثوا على راحتكم. الشيخ حمد كلمته مسموعه في اهل الجبل، وهذا يخوف، وزيد يسافر من غير ما يشاورني يا بدر. انسابي المطيس لا خوف منهم، وبالاخص الشيخ حمد. هاشم، هاشم، نعم، ارجع للقصر وبلغ الشيخ حمد يستناني لين نرجع من المشبه. يلا. الشهر هذا حزنها ثلاث بعاير، شبكة صوف، شنو آخر؟ أربع كباش شوي، وصيتوا الفضة والملبوس من قصر الزناتي على حسابي قلل البركة. هذا عمار، السلام عليكم. وعليكم السلام. اش وراك يا عمار؟ لوماتيس الليله مسافرين. وقتاش؟ في الفجر حسب ما سمعت. هذه فرصه اللي كنا نستنوا فيها. الجماعه مسلحين، لكن عندهم الذهب والملبوس. شنو الاخبار الاخرى؟ في القافلة الشيخ حمد بن خليفة. الشيخ حمد بن خليفة؟ لكن عندها سنين ما سافرش. والمشايخ خذيتش منهم جوابات؟ خذيت عليهم حجة عادلية كتبها المدب، وفيها يشهدوا بظلم طريف وجماعته، وطلبنا من الباي يسمينا الشيخ عون السليمي حاكم. عون السليمي صاحبك صحيح، لكن بينه وبين طريف عداوة. الشيخ عون راجل فاضل، لو يطعمنا بيها ربي ينسينا في بهذا الطريف ويحمينا من كل شر. حتى طريف كان صاحبي بعد ما قضى بيا حاجته. انساني. هذه فرصة للحساب. ما نسيتش اللي عملته معايا يا حمد بن خليفة. غلبت علي طريف وسعيت بين الناس حتى اختاروا حاكم، وانت اللي سلمت المطلب بيدك للباي. ما تنساش، ما تنساش يا مبروك. هو اللي أثر على مشايخ تفروت، وأثر على مشايخ بربقة وقنديل، وقال فلاق ما ينفع للحكم. فلاق، لكن اللي عمله معاه مطريف
خلاهم ندمين على اختيارهم لي. الليلة مبروك يصفي معها الحساب. هيا يا رجال اركبوا على الخيل. أنا وإبراهيم بوصاع نلبدوا في الطريق الأصلي. ويعقوب وانت يا عمارة وحامد وضو اكملوا في الطريق الفرعي. واللي يسمع البارود يفزع. الثمات نحبها على وجوهكم في الليل والنهار. أنا رأي عمارة يرجع يراقب الماتوسيين وعينه على القافلة لين تخرج. حتى طريف مسافر للعاصمة. هذا شو سمعت. إذا طريف معاهم يفسد علينا الخطة. تعدى عام على العرس الشامخة وبطنك هي هي. ما تستعجلش، أمي جانا طمنتني مانيش عاكر. خايف ربيحة وشاكر يعرسوا بعدنا ويفوتونا. ويكثر عاد كلام الناس، العيب الكل في مادي. يمكن يكون صحيح. عجب العيب في انا شمخة. بابا يكون ما فهمناه وهو مصمم على السفر. عمي لانوي شيء لازم يعمله. ما تنسيش كيف يرجعون له بزواجنا. محلها كلمة الزواج. همتو ما ناورين. يا غيبتك يا حميد. يا ريت حميد معاهم. لكن شاكر لو كان ربيحة مش صاحبتي كنت نفك منها. شاكر فكين؟ مثل عميل مبروك. شهرين شهرين ونفرحوا بيك. لذا مدى على العرس هذا عم مبروك. إن شاء الله ربي رجع الغايبين على خير. إن شاء الله. لكن سفر باباي مكدر علينا. صحته ماهيش كيف العادة. الشيخ أحمد في عز أيامه، خلوه يخرج مدى يشوف الناس ويعرف الدنيا. هو ملاهي كم مشاكل العباد ما توص فيها رجال. باباي ما يعوض حد. تعرف شكون جابني اليوم؟ وانتي وين مشيتي؟ زرت أمي وهي تسلم عليكم الكل. الله يسلمها. ومنو اللي شفتيه؟ هاشم ولد طريف. وحتى هو يسلم عليك. الله لا يسلمه، وهو ديما في جرتي. عبد ثقيل وكلام مر. كان في نيتا جاي المطوس. يا ربي نسيت. خلاص كثرت عليه المشاكل. اش نسيتي؟ وين ماشيه؟